سلام البنات، ومرحبا بكم في قناتكم، قناة مطبخ الأصيل. فيديو اليوم راح يكون بعض الحلويات اللي خدمتها في طلبيات العيد. يعني هذا هو السبب اللي كان مخليني غايبة عليكم طول هذه الفترة. يعني كنت مشغولة بزاف. ربي يقدرني إن شاء الله ويقدركم. كاين حلويات راني دايرتها معاكم في القناه، وبعض الحلويات الاخرى مازال ما درتهمش معاكم، راح نديرهم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله يتنال اعجابكم، والى عجبكم ديروا لي لايك ودعموني باشتراك، وما تنساوش تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. راح نبدا نوري لكم في الطلبيات. اول حلوه هنايا هي حلوه النيسلي او غاطو النيسلي. كما راكم تشوفون هنايا درتو في مول المهرز، وزينته بالورق الذهب، و يعني ورده صغيره من عجينه السكر. هذه الحلوه يعني جات ما شاء الله، كنت حشيتها بالنيسلي اللي خدمته معاكم، راهو موجود في القناه. هاي ليك، شوفوا كيفاش جات. هذا تشارك العريان. وهذا مقروط الكوشة، كنت درته بهذا الشكل. العرايش يعني هنا راني دايرته بالتزيين تاع الوردة. كعكعة الشوكولا راني دايرته معاكم في القناة. تشارك المسكر هنا راني دايرته باللوز. كما قلت لكم الحلويات اللي مانيش دايرتهم راح نديرهم معاكم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله، يعني بكامل التفاصيل مع السعر. هذه طلبيه اخرى تاع العرايش. كيف كيف مقروط الكوشه، يعني يجي ما شاء الله. هذا صابلي، صابلي العادي، غريبية الورقة. هاي ليك، كنت عملتها بهذا الشكل. هذو ما لي سيجار، كيف كيف راني دايرتها معاكم في القناه، راهم محشيين بالكريمه الزبده والكاوكاو والشوكولاته الطلاء. هذوما صابلي راني دايرتهم بالكريمه والتزيين كما راكم تشوفوا. هنا راني دايرتهم بالشوكولا السوداء، وهذوما راني دايرتهم بالشوكولا البيضاء. هذا هو الشكل تاعها. هذه حلوة قريوش الكوشة، تجي يعني حلوة معسلة ومرمدة في نواة كوكو، تقطع كمية كبيرة، راح نديرها معاكم في الفيديو القادم ان شاء الله. هذا تشارك العريان راني دايرته باللوز. هذه البقلاوة هنا عملتها بهذا الشكل،
وهنايا درتها يعني سامبل. هاي لك. تجي مورقة يعني وتجي هايلة. راني دايرتها معاكم ثاني في القناة. هنا فقط حبيت نوري لكم وننصحكم، خصوصا البنات اللي يخدموا لي كوموند. كي تكون عندكم طلبيات مختلفة ومتنوعة، اكتبوا يعني في كل علبة تكتبوا اسم الزبونة وتكتبوا نوع الحلوى اللي موجود في هذه العلبة. مثلا هنا شوفوا كيفاش راني كاتبة. هذو هما الطلبيات. فقط حبيت نزيد لكم حاجة أيضا، يعني قلت لكم نكتبوا من فوق العلبة نوع الحلوى. وثاني زيدوا يعني ورقة اكتبوا فيها اسم الزبونة والطلبيات كامل اللي درتوهم لها مع ثمن الحبة وثمن الكامل تاع الطلبية. هكذا يعني باش ما تلف لكمش وتكونوا منظمين وقتكم ومنظمين روحكم. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. نقول لكم البنات صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير، والعقوبة العام الجاي ان شاء الله.